كما يلتحق بنا المحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي على هامش هذا الخبر. أستاذ سليمان، أرحب بك في بداية هذه أو في بداية هذا اللقاء. ما هو حجم الحجم الذي تمثله المملكة واليابان كلاعبين رئيسيين في الساحة الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الملاحظ أن اليابان والمملكة العربية السعودية هما الآن أعضاء الترويك ترويكا في قمة العشرين، يعني الدولة الماضية والمستضيفة السابقة والمستضيفة الحالية والمستضيفة القادمة. والترويكا يوفر الحقيقة قدرة هائلة للبلدين للتأثير في جدول أعمال قمم العشرين الثلاث الماضية والحالية والقادمة. ولذلك البلدان الحقيقة لديهم قدرة هائلة على توجيه الاهتمام لبلورة برامج وسياسات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى اليابان الحقيقة شريك قوي جدا في التجارة السعودية، وهي من أكبر الشركاء الآسيويين طبعا بعد الصين، وكذلك مع الهند. اليابان من أكبر الشركاء التجاري للمملكة، وتجمع المملكة واليابان أهداف اقتصادية وسياسية مشتركة. ورأينا رئيس الوزراء الياباني كيف أنه استشهد بدعم السعودية لمساعيه لتخفيف التوتر مع إيران، في يعني إشارة أو رسالة لأهمية الدور السعودي لإنجاح المساعي السياسية لتخفيف التوتر وتوطيد الأمن والسلام. إذن المملكة واليابان هما الحقيقة جناحان لمهمان جدا للاقتصاد العالمي، وعنصران مؤثران في سياسات الأمن والاستقرار في منطقة آسيا، سواء في شرقها أو في غربها كما لاحظنا في الفترة الأخيرة. نعم أستاذ سليمان، أنت ذكرت أن هذه الشراكة الاقتصادية تنعكس على الجانب السياسي كلاعبين رئيسيين في الساحة الدولية، لو وضحت ذلك أكثر. نعم بالتأكيد، اليوم الاقتصاد له دور هام جدا في توجيه السياسة الدولية. ومجموعة العشرين هي صحيح أنها نشأت لدواعي اقتصادية، لكن أصبحت اليوم مجموعة العشرين منظومة سياسية واقتصادية في آن. ورأينا كيف أن القمة أوساكا كيف خففت التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وكيف الآن هي في يعني وكيف خففت التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا. ورأينا أيضا الدور السعودي في قمة العشرين، وهو بالإضافة لكونه دور اقتصادي ودور سياسي، رأينا إشادة الرئيس الأمريكي وتنويه الرئيس الروسي بالدور السعودي. طبعا هذا التقدير لسياسات المملكة العربية السعودية نابع من دورها في حفظ الأمن والاستقرار وفي تعزيز السلام العالمي، وهو سياسة الحقيقة تقليدية للمملكة، ولكنها أصبحت الآن أكثر فاعلية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية. نعم، المحلل السياسي سليمان العقيلي كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.